الآن التاسعة عشرة من الحدث طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم مشاهدين بالخير كله أهلا بكم من الحدث إلى حلقة جديدة في برنامج التاسعة عشرة نتناول فيها آخر وهم الأخبار عبر ساعتين متصلتين توقيتا ومنفصلتين توقيتا البداية كما جرت العادة العناوين سرع الاساطيل يشتعل في البحر الاحمر، اوروبا تجهز اسطولها وايران تسبقها للمياه الدوليه وحارس الازدهار في الانتظار. بوريل يؤكد حديث خصوم من نتنياهو اسرائيل مولت حماس لاضعاف السلطه الفلسطينيه. وايران وباكستان تتجاوزان الازمه ولكن غموض يكتنف اسباب اشتعالها وكيف اخمدت. عنف جنسي وسرقات دعاوى بألمانيا ضد ميليشيات تركية في سوريا اهلا بكم وقبل الدخول في تفاصيل موضوعات التاسعه عشره لهذه الليله نتناول هذه الاخبار العاجله المتدفقه عن البيت الابيض والتي تشير الى ان امريكا قامت بتوجيه ضربات جديده للحوثيين قالت انها استهدفت ثلاثه مواقع للحوثيين كانت بها صواريخ وشيكة الانطلاق بالعودة إلى موضوعات التاسعة عشرة تصاعدت التوترات في البحر الأحمر بعدما تسببت الهجمات الحوثية على السفن في عرقلة حركة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم ومن التحالف الدولي حرس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة إلى ضربات أمريكية لمواقع حوثية في اليمن حتى وصلنا الى اعلان ايران نشر اربع سفن حربيه قالت انها في مهمه متعدده الابعاد في المياه الدوليه كان الجيش الايراني قد اعلن ايضا مطلع يناير الحالي ان المدمره الايرانيه البرز وهي سفينه القياده لمجموعه الاسطول الرابع والتسعين التابعه لبحريه الجيش قال انها اقتربت من جنوب البحر الاحمر ومضيق باب المندب برفقه سفينه بوشار اللوجستيه فيما ترابط سفينه اخرى هي بهشاد وهي القاعده البحريه الايرانيه العائمه ترابط في مضيق باب المندب ويستعد اسطول اوروبي مجهز في ذات التوقيت بقدرات هجوميه يستعد للالتحاق بحلبه الصراع في مضيق باب المندب في سياق مشاهدينا نقلت قناه في ار تي البلجيكيه عن مصادر حكوميه ان بروكسل ستقدم سفينه لمهمه الاتحاد الاوروبي لحمايه الملاحه في البحر الاحمر من هجمات ميليشيا الحوثي. دبلوماسي اوروبي كشف للحدث ان المهمه البحريه الاوروبيه ستطلق في وقت قريب لحمايه الملاحه من خلال مرافقه السفن التجاريه في مضيق باب المندب وخليج عدن كذلك و أضاف أن الأسطول الأوروبي سيكون مجهزا بعتاد الدفاع الضروري لحماية الملاحات التجارية كما أكد أن قواعد اشتباك الأسطول الأوروبي ستشمل استخدام كافة أنواع القوى لردع الاعتداءات على السفن يقول الدبلوماسي الأوروبي أن بروكسل أبلغت إيران أن اعتداءات الحوثيين ستؤدي إلى توسيع الحرب وستؤدي كذلك إلى نسف مباحثات السلام في اليمن الرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن سي ام اي قال ان الاضطرابات الناجمه عن الهجمات على السفن في البحر الاحمر قد تستمر لعده اشهر وان شركته لا تزال ترسل بعض السفن عبر مسار قناه السويس عندما يكون متاحا ان ترافقها سفينه حربيه فرنسيه، لكن هذا الوضع جعل جدول اعمال الشركه في حاله من الفوضى الكامله. شركه الشحن الدنماركيه ميرس قالت انها علقت مؤقتا الحجوزات الى جيبوتي من اسيا والشرق الاوسط وشرق افريقيا وجنوبها ضمن خدمه مسار الشحن التي تقوم بتقديمها. ميرس قالت كذلك في بيان لها ان الوضع في البحر الاحمر وخليج عدن وما حولهما لا يزال مضطربا وجميع المعلومات الاستخباراتيه المتاحه تؤكد ان المخاطر الامنيه لا تزال عند مستوى مرتفع للغايه. نناقش كل هذه التفاصيل مع ضيفنا من القاهره الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، كذلك من واشنطن توماس جورجيسيان كاتب مختص في الشؤون الامريكيه. ابدا من واشنطن مع السيد توماس، كيف تنظر الى هذا الاعلان الايراني عن اربع اساطيل وليس اسطول واحد سيتحرك ليكون موجود في المنطقه حول بضيق باب المندب هل هو في إطار الدعاية إظهار القوة أم إلى ماذا يتحسب هل نتوقع بالفعل المخاوف من تفجر حرب إقليمية ستكون من البحر مع هذا التحرك الإيراني سيد توماس هل تسمعني أسمعك ولكن لم أسمع السؤال من الأول مع الأسف يعني نعم قلت لك كيف قرأت هذا التحرك الإيراني وليس بأسطول واحد بأربع أساطيل في ذات الوقت الذي بدأت فيه واشنطن تكشر عن أنيابها وتشين ضربات حتى اللحظة مستمرة بحسب ما أعلن البيت الأبيض قبل قليل للحوثيين في صنعاء تشكيل قوة أوروبية قبلها تحالف حارس الازدهار هل إيران تريد أن تظهر القوة أم أنه بالفعل يمكن أن يكون البحر الأحمر ومضيق باب المندب بؤرة تنطلق بنا هذه الحرب الإقليمية يبدو أن إيران تريد أن تظهر قوتها أو تكشر عن أنيابها بشكل أو آخر بدأ في مقابل تكشير الأنياب من جانب أمريكا أو التحالف الغربي أو الأوروبي أو كيفما تسمونه مم. ولكن هناك بالتأكيد رغبه لدى الولايات المتحده حتى اكون واضحا وهذا ما تم الاعلان عنه بعدم توسيع نطاق الحرب الدائره الان في بشكل او اخر في غزه ولان اذرع ايران كما كما تعرف وكما نعرف كما يعرف الجميع هناك جبهات اخرى قد تشتعل بشكل او اخر وليس من مصلحه احد سواء كانت الولايات المتحده او مصلحه الدول المنطقه ان يتم اشتعال الموقف او المنطقه على جبهات متعدده سواء كان في جنوب لبنان او شمال اسرائيل او كان بشكل او اخر في العراق مم. وسوريا او كان في ما يسمى الامن المناحي فيما يتعلق بجنوب البحر الاحمر مم. فبالتالي التحركات الايرانيه تبدو كما تبدو انها محاوله لاظهار اننا انها في استطاعتها ان تفعل شيء ما ولكن ما هذا الشيء لا احد يعرف ولا يريد أن يت... لا أحد يعرف تفاصيل هذا المواجهة، هل مه. إيران مستعدة الآن في أن تكون مواجهة بحرية مثلما هي في مواجهة مه. برية أو بشكل آخر أو في مع ما... با... 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 باكستان على سبيل المثال وليس مصر؟ سأعود لك لاحقا ربما سؤال الأهم هل إيران وقوتها البحرية على قدرة لهذه المواجهة مقارنة بالاسطول الاوروبي الان وحتى التحالف الذي قامت بانشائه واشنطن ولكن دعني اتجه الى ضيفي من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات برايك ماذا تريد ايران؟ يعني ان كانت بريطانيا او اوروبا تتعرض سفنها من قبل الحوثيين لهجمات وبالتالي في السياق الدفاعي مقبول ان تشكل تحالف ايران لماذا تدفع باساطيلها الاربعة الى هذه المنطقة وهي ليست هدفا ولن تكون هدفا بالتاكيد لهجمات الحوثيين نعم يعني اعتقد هناك هدف واضح يعني يمكن رصده على مدار يعني هذا الاسبوع المنقضي هو استعراض واضح من جانب ايران لكل قدراتها صواريخ اطلقت على اربيل وعلى سوريا ثم آه، على آه، باكستان، آه، آه، الآن ارسال قطع بحريه الى المياه الدوليه آه، يتزامن معها بدء مناوره او تدريبات جويه تستمر لمده يومين او ثلاثه آه، ايام. هناك الواضح في رأيي ان ايران تقوم باستعراض قوه تستخدم فيها كل قدراتها، الصاروخيه الجويه البحريه لكن هل هذا سيؤدي الى مواجهه عسكريه ليس بالضروره اعتقد ان ايران في هذه الحاله اذا كانت تضع في حساباتها الدخول في هذه المواجهه أو الاستعداد لهذا السيناريو، أعتقد أنها بالتأكيد ستضع في حسابها أنها ستتعامل مع قوات دولية ليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لكن قوات دولية تحالف حماية الإزدهار القوى الأوروبية بدأت تتحرك وتعلن استعدادها لإرسال قطع بحرية أو قطع عسكرية أخرى، هناك في هذه الحالة قوى أخرى قد ترى أنها ستتضرر علاقاتها الاقتصاديه وتجارتها الخارجيه سوف تتضرر وبالتالي قد تضطر الى الدخول في مثل هذه المواجهات، فبالتالي اذا اخذنا في الاعتبار الحسابات العقلانيه ايران بالتاكيد تاخذ في اعتبارها كل هذه الامور وانها لن تتعامل مع الولايات المتحده فقط لكنها ستكون مضطره للدخول في مواجهه دوليه فبالتالي في رايي انه التفسير الاكثر الى العقلانيه انه نوع من يعني استعراض القوه وهذه القطع التي يتم ارسالها الى المياه الدوليه ربما يتم سحبها في وقت قصير تجنبا لدخول في مثل هذه المواجهات وللتاكيد على انها لا تنوي الدخول في هذه المواجهات العسكريه او ليست يعني هذا ما تخطط له لكن ستكون من وجهه نظرها انها قد استعرضت ما لديها من قدرات عسكريه سواء صاروخيه او جويه او بحريه نعم سيد توماس هل يمكن ربط الموضوع يعني موضوع تحريك هذه الاساطيل مع بدايه هجمات فعليه مستمره حتى قبل قليل البيت الابيض اعلن قبل قليل عن توجيه ثلاث ضربات وقال انه استهدف مواقع للصواريخ كانت وشيكه الحضور حتى وين معنويا هل ارادت ايران ان تقول للحوثيين انا هنا بجانبكم وهل ستمضي واشنطن التي تقول ايضا نقلا عن البيت الابيض ان الحوثيين لا يزالون يمتلكون بعض القدرات، إلى أين ستمضي في توجيه هذه الضربات؟ أولاً فيما يتعلق بالحوثيون يعني رغم حضرتك ربطت العبارتين معاً، أنها حقائق منفصلة. أولاً فيما يتعلق بالحوثيين ووجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة أن هناك إمكانيات عسكرية أو عتاد عسكري أو صواريخ أو ما شابه ذلك. في فيما يمكن تسميته بالحاق الاذى بحركه الملاحه الدوليه في منطقه جنوب بحر الاحمر فبالتالي محاوله القضاء او او تدمير او محاولات تدمير او القضاء او نزع هذا السلاح بشكل قصفي من من جانب الحوثيين مستمره ولهذا نرى هجمات اما فيما يتعلق بايران وهذا هو الامر الذي يبدو غريبا ان ايران كانت منذ بدايه ازمه غزه او ما يحدث في غزه من من احداث وفاجعه انسانيه كانت حريصه ان تقول ان ان الاذرع الايرانيه تفعل كما تشاء ولا, ولا الحق في أن, ان تكون لها قرارها الخاص ليس اتيه من طهران بشكل م -م. اخر وواشنطن واشنطن سيد توماس كانت تتماهى مع هذه الفرضيه في بدايه العمليه في في غزه تقول يعني لدينا ما يثبت ان ايران بعيده عن عن, عن ما يدور وليست نوع من م -م. بعيده لانها إنها كانت حريصه على تأكيد ذلك وهناك بالتأكيد قنوات اتصال وهناك اساسا كانت هناك دافعين الا تتدخل ايران بشكل مباشر وان كانت التحركات التي حدثت في شرق المتوسط من اساطيل امريكيه كانت الهدف منها ما يسمى الردع او اظهار استطلاع استعراض قوه او ما يمكن تسميه في فيما يتعلق بانه ليس أن تفكر على إيران أن تفكر بشكل آخر أن تدخل بشكل مباشر في المواجهة بشكل أو آخر وتربط هذه المواجهة بما يحدث فيها نعم تاكيدا رغم ان الازرع وهي تعمل هذا سواء كان حزب الله او او الحوثيين ارادوا بشكل او اخر في خلال تصريحات القيادات الموجوده على كافه المستويات التاكيد ان ما يفعلونه له صله بالعدوان الاسرائيلي على غزه نعم دكتور فرحات كما يقولون يعني اللوم يأتي بالغفلات الآن هذه المنطقة ومضيق باب المندب يغص بالبارجات وبالحضور البحري بالآليات العسكرية حارس الازدهار من جهة أوروبا الآن تود أن تشكل تحالف بعض الدول الأوروبية ستقوم بحماية سفنها كما أعلنت إيران من جهة وإيران في السابق عادة ما كانت تحتجد بعض السفن وتستخدم أنه خرق للقواعد ما مدى أن يكون هذا المصطلح الفضفاض فرصة لتحرشات هنا وهناك في في المياه الإقليمية لكل لا, لا, لا التي يحضر فيها كل 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 طرف يعني في هذه المنطقة. يعني أعتقد هذه مسألة يعني مهمة أشرت في البداية إلى أن ما تقوم به إيران هو جزء من محاولة لاستعراض القوة لكن المشكلة أن هذا الوجود العسكري الكبير في هذه المنطقه المهمه وبالقرب من مضايق يعني بحريه حساسه الوجود العسكري قد يؤدي الي حدوث هذه المناوشات كل الأطراف قد تتجنب المواجهة النظامية أو المواجهة بين الجيوش النظامية وبين الـ الـ هذه القطع البحرية الكبيرة، الجميع جميع الأطراف سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها الأوروبيين قد يكون في حساباتهم العقلانية هو تجنب هذه المواجهة لكن المشكلة الأساسية أن الكثافة العسكرية أو الحضور العسكري الكبير في المنطقة قد يؤدي إلى هذه المواجهات بسبب أمور غير محسوبة خاصة أن هناك طرف هناك ميليشيا عسكرية لها طريقتها في التعامل ولها حساباتها وبالتالي هذا كل هذا قد يؤدي إلى حدوث يعني توترات عسكرية كبيرة حتى وإن كانت غير محسوبة أو غير مقصودة وبالتالي مم. هذا يعدنا مرة أخرى هل كل هذا الحضور العسكري الكثيف للتعامل مع ميليشيا مم. يعني صغيرة وميليشيا محدودة مم. موجودة في صحيح. يعني داخل اليمن أعتقد هذه مسألة هذا هو السؤال الكبير مم. لماذا كل هذا التعامل مع ميليشيا الحوثي وإذا كان الهدف في الحقيقة هو حماية الملاحة وحماية التجارة الدولية فهناك مداخل أخرى مم. يعني التعامل الجدي مع قضية العدوان الإسرائيلي في غزة مم. هو المدخل المهم للتعامل مم. مع كل مم. هذه الملفات هناك مم. يعني فتح لي كثير من الملفات وكان هناك حرص على عدم توسيع رقعة الصراع مم. لكن المشكلة أن الممارسات على الأرض هي التي قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى تحليل أدق ويحتاج إلى رؤية أكثر حكمة وهذه الرؤية يجب أن تأتي من جانب القوى العظمى المسؤولة عن الأمن العالمي في هذه اللحظة وهي طوح. الولايات المتحدة الأمريكية هي القوى المسؤولة عن حماية الأمن العالمي حماية التجارة العالمية حماية حرية الملاحة مهم. هذه يعني مسائل تدخل في صميم مسؤوليات القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فالأمر يحتاج في رأيي إلى مداخل أكثر أخرى أكثر فاعلية وأكثر حكمة للتعامل مع نفس الأهداف مطروحه وهي حمايه التجاره العالميه وحمايه نعم. حريه الملاحه لانه الاقتصاد العالمي ليس لديه طرف ان يدفع اثمان او الدخول في ركود بسبب يعني تراجع معدلات التجاره الدوليه. نعم وحتى روسيا والصين بدا يتململان يعني من الضرر، سيد توماس ما يذكره الدكتور فرحات وهو ان هذه الهجمات ان كنت تذكر منذ يعني حرب الظل او حرب الاعماق بين اسرائيل وايران هذه المنطقه والحوثيون كانوا هم الأداء وإن توقفت الحرب في غزة لن تأمن هذه المنطقة وستستمر هذه الممارسة وبالتالي ما يقوله دكتور فرحات لماذا في هذا التوقيت هذا الاهتمام وتكوين التحالف والقوى البحرية هل هو استغلال أو بتعبير أخف استثمار لهذه الأزمة للحضور من كل هذه الدول إن كنا نتحدث عن أوروبا أو حتى بريطانيا أو حتى إيران للسيطرة على هذا المضيق الهام التعامل مثل هذه الأمور يجب أن يكون أكثر دقة وأكثر شمولا وأكثر عمقا حتى أكون صادقا وصريحا معك فيما يتعلق بأمن الملاحة وهذه أمر نعرفه بدأت منذ فترة فالهجمات الحوثيين بشكل أو آخر على حركه الملاحه بدات منذ نوفمبر الماضي م. ونحن نعرف عدد ربما عشرات من الهجمات بشكل او اخر وكلها كانت تستهدف اساسا ويجب ان اكون واضحا هنا م. اغلب الشيء التابعه لحوثيين او او او, أو, أو, أو أزرع الايرانيه تعمل بما, بما يسمى خلخله يعني بمعنى خلخله النظام خلخله امن ملاحي وكل هذه الاشياء فبالتالي وحتى اكون واضحا حتى العبور او قرارات الناقلات النفط او حاملات الكبرى قد غيرت قرارها منذ بدايه السنه قبل ان ندخل في هذه المواجهه العسكريه فبالتالي ما يت... ما تم حوله من امن ملاحي قد تم بالفعل اخلاله من خلال حوثيين فبالتالي ما ك... ما تم في خلال الاسبوع الماضي يعد خطوه لا اريد ان اقول انها خطوه دفاعيه ولكن هناك خطوه ما كان في الامكان لوقف هذا النزيف او مم. او الاستهداف المباشر للامن الملاحي نعم وخصوصا على سبيل المثال وليس الحصر نعم. آه عبور عبر عبر قناه السويس تاثر في مم. الايام صحيح. العشر صحيح. الاولى ب 40% على الاقل نعم. فبالتالي هناك نوع من العدم عدم عدم يعني حتى اكون واضحا مم. ما هو السبب وما هو المسبب أو النتيجة مم. هناك نوع من الخلط أحيانا مم. ندخل فيه دون أن نعمل حسابات نعم. بالتأكيد هناك طرق أخرى ولكن صحيح. كما نعرف المنطقة مشتعلة باشتعالات وجبهات مشتعلة على كافة الجبهات نعم ولا يمكن عزل ذلك كله سيد توماس عن الصراعات طبعا الدولية والإقليمية بين الكبار يعني من واشنطن توماس جورجيسيان سيان كاتب المختص في الشؤون الأمريكية ومن القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا لكم التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا بعد فاصل قصير مستقبل الدولة الفلسطينية يضيع بين خلافات واشنطن وتل أبيب الاتحاد الأوروبي يعرض خريطة لحل الدولتين ويهدد تل أبيب بأدوات ضغط ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم ونسأل ونبحث ونتحرى لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الاخبار وتابع الحدث أهلا بكم من جديد إلى التاسعة عشرة بعد مقاطعة استمرت سته يوما ووسط ارتفاع موجه الخلافات بين الاداره الامريكيه ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نتنياهو ناقش فيه آخر التطورات بشأن الحرب الجارية على غزة وفق ما أعلن عن ذلك البيت الأبيض يأتي الاتصال بعد ساعات من تصريحات لنتنياهو أثارت جدلا وكشفت حجم الخلافات بين تل أبيب وواشنطن نتنياهو قال أمس أنه لن يتنازل عن سيطرة أمنية كاملة على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن وهذا يعني عمليا دفن فكره الدوله الفلسطينيه وفق اي حل مستقبلي في المقابل رد المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه ان انشاء دوله فلسطينيه هو السبيل الوحيد لتوفير الامن الدائم لاسرائيل الي جانب اعاده الاعمار والحوكمه والامن لقطاع غزه في الموازاه ظهرت تحركات اوروبيه لافته اذ قال دبلوماسي اوروبي للحدث ان مسؤول السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل سيعرض على الوزراء العرب الاثنين المقبل اقتراحات للتوجه نحو حل الدولتين مضيفا ان استخدام وسائل الضغط الاوروبيه ستكون ضمن ادوات الدفع نحو حل الدولتين مزيد من الايضاحات والتفاصيل حول الخطه الاوروبيه المتعلقه والمرتبطه بحل الدولتين من بروكسل، ارحب بمراسل الحدث الزميل نور الدين الفريدي. قبل ان ندخل في عناوين وملامح هذه الخطة ان توفرت لي نحاول ان نناقش الديباجه التي وفقها اعلنت اوروبا بعد صمت طويل ومواقف غير معهوده فيما يخص القضيه الفلسطينيه بعد ما حدث في السابع من اكتوبر، يعني تحت اي سياق سياق التوقيت يمكن ان توضع هذه الخطه؟ أو الإعلان عنه أي نعم، سياق التوقيت لأن الزمن يضغط بشدة على الأطراف في كافة من أجل الخروج للخروج من المأزق، إيجاد المخرج المناسب والمخرج المناسب هو وقف الحرب أولاً، والاتحاد الأوروبي معني هنا خاصة بالمساعدات الإنسانية لأن الولايات المتحدة تقريباً هي الطرف الوحيد الذي يضغط على إسرائيل والك... والقادر على إقناع نتنياهو سواء كان بالو... بالوسائل الدبلوماسية أو بالضغط العسكري أو بالضغط عفوا يعني من حيث الضغط اللوجستي آ... ل... لوقف هذه الحرب الجارية <applause> ثم هناك جوانب قانونية مطروحة في لاهاي على مستوى محاكم محكمة الج... آ... الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية التي ستصدر قراراتها ربما في غضون أيام من الآن <applause> هذا العنصر يضغط على الاتحاد الاوروبي على الدول العربيه لان ما يجري مثل ما قالت شخصيات عربيه عده في دافوس، ما يجري في غزه حرب غزه تهدد باشعال المنطقه كامله ونحن نرى ما يجري في بحر في البحر الاحمر او في جنوب لبنان وكذلك في العراق الى غير ذلك. من هنا فهناك مبادره كانت الدول العربيه اطلقتها في الربيع الماضي مع الاتحاد الأوروبي لكن أطلقت بشكل رسمي في م. نيويورك ثم تعطلت بسبب الحرب والوقت حان بالنسبة للدبلوماسية الأوروبية والعربية لإعداد هذه الخطة م. التي ستمكن المنطقة من الوصول إلى حل سياسي دائما للنزاع بين الشعب الفلسطيني م. والاحتلال الإسرائيلي نعم. من هنا يوم الاثنين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون أولا مع وزير خارجية إسرائيل ثم م -م. في بصفة منفصلة سيبحثون حول طاولة الغداء مع وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن وأمين عام جمعية الدول العربية واعتبار م -م. الأربعة هم أعضاء لجنة المتابعة العربية وظهر يوم الاثنين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع ثنائي مع وزير خارجية فلسطين لبحث كل هذه كل ما يجري من تداعيات مستقبل او محاولات الخروج من هذا المازق والافق النهائي وهو حل الدولتين وطبعا اصلاح شان السلطه الوطنيه الفلسطينيه نعم نور الدين يعني حينما تكون يعني تقول اوروبا انها تمتلك ادوات ضغط والان يعني ربما بالتزامن مع هذا الاعلان الاوروبي نتنياهو حسم القضية وقال أنه يعني امتداد وصولا إلى غرب نهر الأردن ما يعني نصف حل الدولتين نهائيا ما الذي تمتلكه أوروبا أكثر من واشنطن الحليف المقرب الذي لم يستطع إقناع نتنياهو إذا سمحت سعد الدين، دعنا لحظات نتوقف عندما سيقترحه جوزيف بوريل على الجانب العربي وتمت المشاورة سواء كان مع الدول الاعضاء ال27 وكذلك مع الدول العربية. الهدف من هذه الخطة هو الوصول في أقرب وقت ممكن، يعني مسألة أشهر إلى حل سياسي دائم يقوم على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ضمان أمن إسرائيل و التطبيع بين الدول العربيه واسرائيل يجب ان لا نخاف من كلمه التطبيع سعد الدين اسمح لي لان هذا هذه المساله وهذا المصطلح ورد في مبادره السلام العربيه في العام 2002 والتي تقترح على اسرائيل الارض مقابل السلام لكن اسرائيل اخذت الارض ولم تعطي السلام منذ ذلك الحين الان كيف يمكن الوصول الى هذا حسب المقترح الاوروبي الذي سيعرضه جوزيه بوريل على الجانبين العربي والاسرائيلي ولكن بصفه منفصله في اجتماعين منفصلين، ال الاقتراح هو ان يعقد ان يتم السير نحو عقد مؤتمر للسلام بين الاطراف المعنيه بحضور الاطراف العربيه والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وربما اطراف اخرى خاصه الدول المانحه مه. الكبيره آه هذا اولا، ثانيا ان يتم الاعداد في هذه الخطة في هذه المرحله لخطه سلام اقليميه شامله، يعني ذلك التعاون الاقليمي كافه سلات التعاون التي تم الحديث عنها في بدايه التسعينيات ولكن يتم تحديثها الان وتحيينها الان وفق حاجيات المنطقه. وثالثا وهنا سأري اجيب على سؤالك ان الخطه ستقتضي ايضا الحوافز وادوات الضغط على الاطراف التي تمتنع أو تتنكر للمبادئ والقانون الدولي هنا في هذه المرحلة الاتحاد الأوروبي طبعا يصعب عليه أن يهدد باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل لأن الوزراء الإسرائيليين يتحدثون فقط عن ما يجري في كل يوم في الميدان لكن الاتحاد الأوروبي أوضح اليوم من أن خطته تتضمن حوافز لتشجيع السلام و أدوات الضغط اللازمة التي تستخدم يمكن أن تستخدم هنا آه نعم الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات أدوات ضغط فاعلة ضد أي من الأطراف الإقليمية وأولها إسرائيل لأن الاتحاد الأوروبي يمثل السوق الرئيسية نعم صحيح. للمنتجات الإسرائيلية وأن الاتحاد الأوروبي يمثل المصدر الرئيسي نعم وهذه أدوات الضغط الفاعلة ربما ربما يسير الاتحاد الاتحاد يوم ما انا اشكرك دي. من بروكسل المراسل الحدث نور الدين الفردي على كل هذه التفاصيل والمعلومات ابقى في ذات الملف هذه المره من عمان ارحب بالدكتور محمود الهباش قاضي قضاه فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني دكتور محمود شكرا على حضورك اولا ابدا من حيث انتهيت مع زميل نور الدين هل تعولون على اوروبا كثيرا وهي التي تاخرت في الازمه الاخيره كثيرا ولكنها اتت وتطرح موضوع حل الدولتين واليوم نتنياهو يعني ربما أطلق رصاصة الرحمة على هذا الموضوع بتصريحه الأخير أولا المجتمع الدولي بشكل عام أوروبا وأمريكا وغيرها تأخروا كثيرا وكثيرا جدا في مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية وتجاه تحقيق السلام الحقيقي العادل والشامل في المنطقة الجميع يدرك أو كان يدرك ولا يزال يدرك بأنه بدون قيام دولة فلسطينية بدون إنهاء الاحتلال بدون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمة حقه في تقرير المصير وفي الدولة وفي الحرية وفي الخلاص من الاحتلال لا يمكن تحقيق السلام الجميع يدرك ذلك ولكنهم كانوا يحاولون القفز والتلكؤ الآن أصبحت الأمور أكثر وضوحا وأصبح واضحا من يريد السلام ومن لا يريد السلام م. من يريد للمنطقة أن تشعر وتنعم بالأمن والاستقرار ومن يدفع الأمور نحو مزيد من التوتر ومزيد من العنف نتنياهو عندما تحدث بالأمس عن رفض إقامة دولة فلسطينية كان م. يعبر عن طبيعته م. الشخصية نعم. هو لا يؤمن لم يؤمن يوما م. بالسلام مع الفلسطينيين لم يؤمن باتفاق أوسلو أصلا م. ولم يؤمن بالدولة الفلسطينية صحيح. وكان م. يدفع الأمور دائما باتجاه العنف حتى ما حدث يوم السابع من أكتوبر نتنياهو كان يدفع الأمور طوال سنوات لأن تصل إلى هذه النقطة من أجل أن يتخذها ذريعة أولا لممارسة مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني وللتنكر لقيام الدولة الفلسطينية ولمحاولة إبقاء <تكريس> الاحتلال وتكريس الاحتلال الارض الفلسطينيه لا. لم يكن هذا الا ذريعه هو انشاها هو اخترعها <تكريس> ودفع الامور باتجاهها والان يريد ان يجني ثمار السياسه العدميه التي انتهجها طوال السنوات الماضيه الجواب يجب ان يكون لدى المجتمع الدولي <تكريس> لدى الولايات المتحده ولدى اوروبا أن يوقفوا هذا المعتوه، هذا العنصري، هذا المتطرف عند حده حماية للسلام وحماية للأمن والاستقرار. ماذا عن البيت الفلسطيني؟ اسمح لي بهذا السؤال، هل أنتم متفقون كفصائل جميعا على حل الدولتين بشكل الملامح؟ ماذا عن الجهاد وحماس؟ قد يقول قائل أن هذه إشكالية أخرى، المشكلة ليست عندنا نتنياهو وحده. أبدا أبدا، لا يوجد لدينا فلسطينيا أية اشكاليه في من يمثل الشعب الفلسطيني ومن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني هذه لا اتحدث عن التمثيل اتحدث عن الموافقه على حل الدولتين وعاصمتها القدس هل حماس واضحه في هذا الموضوع على سبيل المثال منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني هناك فصائل لها وجهات نظر لها رؤى ولكن عند التمثيل عند ابداء الموقف الرسمي الواحد والوحيد الذي يمثل الشعب الفلسطيني، نحن نتحدث فقط عن منظمه التحرير الفلسطينيه، نحن نريد حماس والجهاد وكل الفصائل ان تنضوي تحت مظله المنظمه على اساس برنامج المنظمه، وعلى اساس سياسه المنظمه، وعلى اساس وحدانيه تمثيل المنظمه، لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل ولا أن يستقيم الأمر بالنسبة إليه أن يكون له تمثيلان وإنما تمثيل واحد تعرضه وتمثله منظمة التحرير الفلسطيني <applause> يعني هل فقط التمثيل يحسم هذا الموضوع أم ربما مدى إمكانية أن تتوحد الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس وكل من يعارض حل الدولتين ويوافق على هذه الرؤية أم هذا سيظل محض امنيات يعني مرت عليه عشرات السنوات بصراحه يعني دكتور محمود نحن 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 نريد ان ينضوي الجميع تحت رايه الوحده الوطنيه وتحت رايه منظمه التحرير الفلسطينيه التي هي البيت المعنوي للفلسطينيين وهي البيت السياسي والممثل السياسي للفلسطينيين ولكن على مدى عقود المنظمه كانت ولا تزال هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منظمه التحرير كانت قبل نشاه حماس وقبل نشاه الجهاد الاسلامي، مه. كانت تمثل الفلسطينيين قبل حماس وقبل الجهاد، مه. ولا تزال تمثل الفلسطينيين الان مه. وستظل تمثل الفلسطينيين في المستقبل، مه. نحن نريد ونتمنى وندفع الامور باتجاه ان ينضوي الجميع تحت رايه هذه المنظمه، مه. لكن اي جهة لا تريد ان تتبنى وان تقبل ببرنامج المنظمة هي وما تريد تبقى ويبقى التمثيل الفلسطيني محصورا في منظمة التحرير الفلسطينية لكن قد تقول لك هذا هذه الاطراف وهذا واقع انا حاضر على الارض انا او اقاوم انا الفاعله وانا من اوصلت الامور الى ان يطرح من جديد حل الدولتين واقصد حماس هنا حل الدولتين مطروح منذ عقود، منذ سنوات طويلة، منذ أن أعلنت منظمة التحرير برنامجها السياسي عام 1988 في المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير منذ ذلك التاريخ لم تتراجع قيد أنملة عن هذا البرنامج السياسي الذي تضمن آخر الثوابت الفلسطينية التي تشكل الاطار العام للسياسه التي تتبناها منظمه التحرير الفلسطينيه، كما قلت لك حماس موجوده، والجهاد موجود، وفصائل كثيره موجوده، من يريد ان يشترك في تمثيل الشعب الفلسطيني رسميا امامه فقط منظمه التحرير الفلسطينيه، هذه هي البوابه، هذا هو الاطار الذي يمثل الشعب الفلسطيني ولا يمكن ان نقبل بان يتعدد تمثيل الشعب الفلسطيني لان هذا ببساطه يعني ان نشتت الشمل الفلسطيني مره اخرى وان نمزق وحده الشعب الفلسطيني وهذا امر غير مقبول بالنسبه الينا في هذا السياق اطرح عليك ما, ما يجري من حديث عن تفاهم بين السلطه الفلسطينيه واوروبا التي تطرح مبادره حل الدولتين ايضا فيها بعض الدول التي تحدثت عن ان ما بعد الحرب او ما اصطلح عليه باليوم التالي تعهد اداره القطاع إلى السلطة الفلسطينية ما هل هذا ممكن يعني وإن كنتم قد ذكرتم في مرات عديدة أنكم لن تدخلون القطاع على فوهات الدبابات الإسرائيلية أخي الكريم لا يوجد أي احتمالية لفصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الغربية والقدس نحن نمثل كل الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وفي إطار الحل السياسي من يريد لقطاع غزة حلول أمنية أو حلول اقتصادية أو حلول جزئية فهو واهم لا يمكن أن يحدث هذا لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل بأن يفصل قطاع غزة هذه هذه أمنية نتنياهو وبرنامج نتنياهو الذي عمل عليه على مدى سنوات استفاد من الانقسام واستفاد من الانقلاب وبالعكس مول الانقلاب والانقسام وإن بطرق مختلفه ليس حبا في حماس, <applause> حماس يعني هل انت متفق مع التصريحات الاخيره لجوزيف في بوريل الوطنية الفلسطينية في هذا الشان تحدث عن ان نتنياهو هو من مول حماس لاضعاف السلطه الفلسطينيه هل انتم يعني كمنظمه ايضا تقرون بهذه الحقيقه هذه حقائق هذه حقيقه لا يمكن انكارها الاسرائيليون يتحدثون عنها ونحن نعرفها جيدا وكل فلسطيني يعرفها وكما قلت لك لا هذا لم يفعله نتنياهو حبا في حماس حماس بالنسبة إليه عدو كما أن فتح عدو كما أن منظمة التحرير الفلسطينية عدو وكل الشعب الفلسطيني عدو بالنسبة لنتنياهو لكنه فعلها من أجل أن يكرس الانقسام ومن أجل أن يضعف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ويمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية تضم كل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الآن نحن لا يمكن ان نسمح بتكرار هذه هذا هذا الامر وما نريده وما نسعى اليه وان يجتمع الكل الفلسطيني وكل الارض الفلسطينيه تحت مظله واحده وتحت رايه واحده وتحت قانون واحد وتحت سلطه واحده تمثل منظمه التحرير الفلسطينيه نعم يعني على ذكر هذا ولفائده المشاهد اين هي مكامن ونقاط الخلاف والمقاربات في مساله حل الدولتين بين الرؤيه وانه ثابت من ثوابت منظمه التحرير الفلسطينيه وخلاف بعض الاطراف الاخرى او الفصائل الاخرى، وهل من منطقه وسط يمكن ان تنزع تنزعوا اليها جميعا يعني لحل هذه الاختلاف في وجهات النظر دعنا نسميه. المنطقه الوسط هو ان يلتزم الجميع الجميع الأسس التي تم طرحها على مدى سنوات والتي طرحت اخر مره في الاجتماع العالمين الذي ترأسه الرئيس محمود عباس ودعا إليه الفصائل جميعها بما فيها حركة حماس وطرح الرئيس الثوابت والأسس التي تمثل الإجماع الوطني بما فيها وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية بما فيه احترام الشرعيه الدوليه والالتزام بالشرعيه الدوليه التي سعينا وناضلنا من من اجل ان نصبح جزءا منها والاتفاق على اشكال النضال بما يعني المقاومه الشعبيه السلميه في هذا الوقت ولا احد يزايد على منظمه التحرير م. انه والله هو باخت... هو اللي اخترع الكفاح المسلح، م. اول من اخترع الكفاح المسلح هو منظمه التحرير الفلسطينيه، لكن اشكال النضال ووسائله تختلف من مرحله الى اخرى، ونحن لسنا اسرى م. لشكل معين من اشكال النضال، م. نراوح بين اشكال النضال حسب مصالحنا، م. اليوم نحن نرى ان مصلحتنا تقتضي ان نجتمع على المقاومة الشعبية السلمية التي أثبتت جدارتها وقدرتها في 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 مواطن شتى وفي مناسبات شتى أن يجتمع الكل عليها وأن تجتمع الفصائل عليها وبالمناسبة حتى حماس قبلت بهذا ومررته في لقاء العالمين وكان يفترض أنه بعد اللقاء الأول أن أن يجري لقاء آخر لتكريس وتنفيذ هذه الرؤية ولكن مع الأسف الشديد وأقولها بمرارة حماس عرقلت الاجتماع الثاني إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة التي نحن فيها الآن <applause> يعني أليست الآلاف وعشرات الآلاف الذين يموتون وهذه المنازل وحركة المتلازمة النزوح التي يعانيها سكان القطاع حرية بكل هذه الأطراف أن تقفز فوق هذه الخلافات حول مصطلحات مصطلح المقاومة أو غيرها لتوحد الهدف والمصير في ظل ما تطرحه هذه الدول من مساله حل الدولتين اتفق معك تماما في هذا وهذا هو صوت الشعب الفلسطيني بالمناسبه لو سالت اي فلسطيني في قطاع غزه في الضفه الغربيه في القدس في الشتات سيقول لك هذا الكلام انطلاقا من وطنيته الفلسطينيه من يغلب وطنيته الفلسطينيه على اي اعتبارات فئويه او مصالح ضيقه او علاقات واجندات اقليميه اي وطني فلسطيني يغلب وطنيته على هذه الاشياء سيقول نفس الكلام الذي تفضلت به كل هذه الضحايا وكل هذه المعاناه تدفعنا دفعا وتدفع الجميع دفعا وتوجب علينا وجوبا ان ننهي هذا الفصل القاتم وان نجتمع جميعا على الوحده الوطنيه وعلى منظمه التحرير الفلسطينيه وعلى مصلحه الشعب الفلسطيني وعلى حمايه الشعب الفلسطيني وعلى منع تقديم اي ذرائع لاي جهه من اجل ان تستفرد بالشعب الفلسطيني وتوغل فيه قتلا وتشريدا وارهابا وتدميرا نريد ان نجتمع لكي نحمي مشروعنا الوطني ونحمي الشعب الفلسطيني من الهجره واللجوء ونحمي الشعب الفلسطيني نعم. من وقوع نكبة ثانية تريد إسرائيل أن تقعها بشعبنا مع الأسف الشديد نتمنى أن يتحقق ذلك وهذه يعني ليست رغبة الشعب الفلسطيني وحدة كل الشعوب العربية يعني وكما يقولون وما نيل المطالب بالتمني يا دكتور ولكن تؤخذ الدنيا غلابة أو تؤخذ الوحدة كفاحة يعني من عمار الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني شكرا لحضورك وعلى كل ما تفضلت به من إفادات حرب غزه اذا مستمره دون افق قريب للنهايه وسيناريو اليوم او الايام التاليه يبدو اكثر قتامه من الاوضاع الحاليه التي يعيشها القطاع المثقل بالازمات الانسانيه والمعيشيه والصحيه. وعلى الارض واصلت الدبابات الاسرائيليه التوغل في خان يونس المدينه الرئيسه والمدينه الرئيسه في جنوب قطاع غزه التي نزح اليها مئات الالاف هربا من القصف الاسرائيلي فيما تحاصر نيران المدفعيه الاسرائيليه مستشفى ناصر الذي يوجد به نازحون فضلا عن المرضى في سيناريو تكرر سابقا في عده مشاف وفي موازاه ذلك اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه في غزه عن ارتفاع حصيله ضحايا العمليات العسكريه الاسرائيليه لاكثر من 25 الف قتيل وذلك مع استمرار الغارات الاسرائيليه المكثفه لا سيما في جنوب القطاع الذي لجأوا اليه او لجا اليه نحو 85% من السكان، هذا ودخل انقطاع الاتصالات ايضا في القطاع يومه الثامن وهي اطول مده بشكل متواصل منذ بدايه الحرب. <applause> مستشفى خالي مفقود الله يعلم وين راح نقف على الأوضاع الميدانية من رفح جنوب قطاع غزة مع مراسل الحدث الزميل محمد عوض مرحبا بك محمد يبدو ان الاوضاع بالفعل تزداد قتامه بالعوده الى استهداف المستشفيات وحصارها كسلوك للجيش الاسرائيلي منذ بدايه هذه العمليه في السابع من اكتوبر تفضل. نعم حينما يبدا الجيش الاسرائيلي فتح محاور تقدم بريه في المناطق الجنوبيه لقطاع غزه، فهو بالفعل يقوم بإحداث مسارات عسكريه على الأرض، وهي تتوجه إلى مكان المشافي على وجه الخصوص كما حدث في شمال قطاع غزه وأيضا في مدينه غزه حينما توجهت وتوغلت القوات البريه على مستشفى دار الشفاء الطبي وأخرجته عن الخدمه وهذا تماما ما يحدث. في مدينه خان يونس نحن نتحدث عن دبابات اسرائيليه وصلت بالفعل الى محيط مستشفى ناصر قبل ايام وعادت بعدما قامت بعمليه نبش للمخبره المجاوره لمستشفى ناصر مم. وايضا اختطاف وانتشال لجثامين يعني ضحايا كانوا قد سقطوا منذ بدء مم. الحرب على قطاع غزه وهذا يؤكد ان الجيش الاسرائيلي يخط بأهدافه على المقابر وعلى أيضا نعم محمد وإن يعني إن كان ذلك يبرر أصلا مسألة نفش القبور إن كانت تبرر ولكن هل عرفتم عن ماذا كانت تبحث أو تبحث هذه القوات نعم هناك اعتقاد إسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية تقوم بدفن جثامين الإسرائيليين الذين سقطوا يوم السابع من أكتوبر لكن عمليا على الأرض الجيش الإسرائيلي قام بنبش قبور في مستشفى الشفاء ونقل وخطف جثامينهم إلى الداخل الإسرائيلي وبعد إن نحو شهر من م. هذه العملية قام بالافراج عن هذه الجثامين عبر معبر كرم ابو سالم م. جنوب قطاع غزة، وزارة الصحة قالت بانها تسلمت هذه الجثامين وقد بدا عليها عملية يعني سرقة للاعضاء وايضا نبش للجثامين ويعني بعض الاعضاء داخل الجسد يعني تعرضت لعملية جراحية وايضا عملية نقل وعمليه السرقه لهذه الاعضاء وهذا ما يخوي ما يجعل وزاره الصحه متخوفه جدا من ما حدث في مقبره خان يونس على وجه الخصوص لان الجيش الاسرائيلي حينما يقدم على المقابر يقوم باختطاف الجثامين الى الداخل الاسرائيلي وفي بعض الاحيان يتم الافراج عنها عبر معبر كرم ابو سالم <applause> هذا اليوم شاهدنا بان الطائرات الحربيه الاسرائيليه اليوم كان لها حضور قوي في خان يونس على وجه الخصوص سواء الطائرات المروحيه التي هبطت لاول مره ونقلت نعم. الاصابات من وسط مدينه خان يونس وهذا ما شاهدناه وأيضا على صعيد الطائرات المسيرة التي تقوم باستهداف المجموعات التابعة للفصائل أو استهداف المواطنين الذين يسيروا في شوارع خان وهي المناطق التي لازالت في منأى عن التوغل البري وهذا بفعل توسيع العملية البرية من جانب وأيضا محاولة الجيش الإسرائيلي الوصول لأسرى إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية اللافت اليوم بأن علوية الناصر صلاح الدين وهو ذراع ذراع عسكري يعمل على الأرض في قطاع غزة أكد بأن الجيش الإسرائيلي قتل أحد الضباط الإسرائيليين نعم. الذي كان أسير لدى ألوية الناصر صلاح الدين وهذا ما دفع إسرائيل لتكثيف عمليتها البرية تحديدا في المناطق الجنوبية وعلى وجه الخصوص مهم. خان يونس التي تحتدم فيها الاشتباكات منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى قبل قليل من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل محمد عوض شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل وفي سياق تعرضت معظم مساجد قطاع غزة لدمار كبير نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع فيما أقام الفلسطينيون مصليات مؤقتة في مراكز الإيواء وهناك رصدت الحدث صلاة الجمعة التي أقامها النازحون وقامت بإجراء مقابلات مع بعضهم أشهد أن محمد رسول الله الاحتلال بقصفه لبيوت الله سبحانه وتعالى وللمآذن التي ترفع كلمه التوحيد وتصدح بحي على الصلاه حي على الفلاح لم نغيب هذا الاذان ولم يعذن باذن الله سبحانه وتعالى لذا نقوم في وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه بان تكون هناك نقاط ومناطق لرفع الاذان حتى يسمع الناس هذه الشعيره ايضا هناك جهد اخر وهو يعني رفع الاذان في كل مركز ايواء من النازحين يرفع الأذان لذا عيننا لكل مدرسة أو مركز إيواء مؤذن يرفع هذه الشعيرة تم يعني قصف 215 مسجدا ومصلا في محافظة الشمال بشكل كلي من أصل 240 مسجدا ومصلا نتكلم عن قرابة 93% يعني من مساجد محافظة شمال قطاع غزة تم استهدافها بشكل كامل هيا على الصلاة الحمد لله ربنا أكرمنا واجتمعنا لصلاة الجمعة في هذا المكان بعد ما حرمنا العدو الصهيوني من أن نسمع الأذان أو نصلي في المساجد اليوم اجتمعنا نصلي الجمعة وقصف المساجد وتدميرها واستهداف أماكن دور العبادة آه هذا كله لا يمنعنا من أداء فريضة العبادة فالحمد لله رب العالمين هنا في مركز إيواء اجتمعنا من أجل إقامة صلاة الجمعة وبحمد الله تعالى اليوم سنصلي الجمعة وإن شاء الله تعالى ربنا يكرمنا ونعيد بناء مساجدنا وإعمارها من جديد ونعود إلى الصلاة في المساجد يمكن انا في مثل هذا الظرف قبل جمعتين صليت والجمعه الماضيه لم اصلي وقبلها جمعه لم نصلي يعني ناس بشكل جهد شخصي بيجتمعوا وبيصلوا الجمعه لكن صلاه الجمعه الحمد لله رب العالمين الان قائمه وان شاء الله تستمر والله يحفظنا ويحفظ مساجدنا بعد قصف اكثر من 90% من المساجد شمال قطاع غزه يحاول النازحون هنا اقامه صلاه الجمعه في اجواء السكينه والروحانيه ودعوات بانتهاء هذه الحرب عبد القادر صباح بقناتي العربيه والحدث من شمال قطاع غزه تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها كما يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني الحدث. .net. دقائق ست بعدها نفتح ملفات الساعة الثانية من التاسعة عشر. لا تذهبوا بعيدا. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادا ولا تنشأ من عدم بمنأ عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها تتداخل الوقائع تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث استوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهيه لكنها تدفع ثمن كل ذلك أكثر من مليار ومئة مليون شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من مئة وعشر دول حول العالم حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. الوجع لا يعرف هوية. الموت ليس له بوصلة. والحروب لا تترك خلفها الا القصص واناسا بلا عناوين تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمه الخرطوم هذه المعارك متواصله بوتيره واحده كأن المشهد يتكرر دائما الى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه في سلاح المهندسين تحديدا هل في الايام الماضيه كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقه غايه الاهميه بالنسبه للطرفين قوات الدعم السريع تريد ان تصعد من عملياتها العسكريه كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع الشعب يشعر بالامان يشعر بالاستقرار هنالك انتهاكات كبيره لحقوق الانسان سوق الشعب تعرضت لنيف يعني بجد الحاله اصبحت صعبه كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني الآن وبعد تعثر مفاوضات جدًا، ما السيناريوهات إذًا القادمة؟ الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائمًا في قلب الأحداث بحثًا عن الكلمة والمعلومة نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الاقليمية والدولية الحدث حيث يلتقي الواقع والابداع في العرض والتحليل على مدار الساعة الآن التاسعة عشرة من الحدث من جديد طابت أوقاتكم بالخير كله مشاهدين أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من برنامج التاسعة عشرة وفي عناوينها صراع <applause> الأساطيل يشتعل في البحر الأحمر أوروبا تجهز أسطولها وإيران تسبقها للمياه الدولية وحارس الازدهار في الانتظار بوريل يؤكد حديث خصوم نتنياهو اسرائيل مولت حماس لاضعاف السلطه الفلسطينيه. ايران وباكستان تتجاوزان الازمه ولكن غموض يكتنف اسباب اشتعالها وكيف اخمدت. عنف جنسي وسرقات دعاون في المانيا ضد ميليشيات تركيه في سوريا. اهلا بكم الى التفاصيل تجاوزت ايران وباكستان ازمه كادت ان تفجر صراعا اخر في منطقه مشتعله اصلا وكما اندلعت الازمه دون معرفه السبب الحقيقي اعادت واخمدت ايضا دون معرفه كيف اخمدت فقط اعلنت باكستان انها قررت انهاء الازمه مع ايران واعاده العلاقات الدبلوماسيه معها مشيره الى اتفاق البلدين على التهدئه فيما اعلنت الخارجيه الايرانيه عن عوده وشيكه لسفيري إيران وباكستان إلى السفارتين في طهران وإسلام أباد اذا المشاهدين قررت ايران وباكستان ابقاء الامور تحت السيطره ولكن لا يزال الغموض يحيط بالدوافع الحقيقيه وراء استهداف الحرس الثوري لاراض باكستانيه والذي فجر توترا بين بلدين احداهما نووي والاخر يسعى بقوه لامتلاك سلاح نووي هناك من يقول ان باكستان تلقت اشعارا مسبقا بالهجوم وانما اثار الازمه هو افشاء طهران خبر الضربه خصوصا وانها لم تبلغ اسلام اباد بانها ستعلن الامر وعلى ما يبدو ان الزياره التي قام بها حسن كاظمي قومي مبعوث ايران لافغانستان كان المقصود منها ابلاغ اسلام اباد بالهجوم الايراني الوشيك مسبقا. القضيه اكدت كما يقول المراقبون حاله الجزر المعزوله داخل ايران وغياب التنسيق بين الحكومه الايرانيه والحرس الثوري ودليل ذلك كما يقول هؤلاء أن وكالة إرنا الإخبارية التي تسيطر عليها إدارة إبراهيم رئيسي أسرعت بنشر أخبار الهجمات ثم عادت وتراجعت بسرعة دون أن تقدم أي تفسير بينما أعلنت وكالة أنباء فارس وتسنيم التابعتين التابعتان للحرس الثوري عن الغارة في وقت لاحق ما يراه المراقبون دليلا آخر على التخبط والغموض وفي انه في حال ضرب اهداف في العراق وسوريا سارع الحرس الثوري لاصدار ثلاثه بيانات رسميه بعد فتره وجيزه من الضربات بينما ظل صامتا حتى اليوم اذا الضربات داخل باكستان والتي لم يصدر اي اعلان رسمي عن الحرس الثوري بشانها، بقي ان نشير الى ان ما تحدثت عنه مصادر ان الضربه الايرانيه في باكستان وافق عليها مجلس الامن القومي في طهران في اعقاب اعتداء كرمان الذي اسقط تسعين قتيلا على الاقل فيما وصف بالفشل الاستخباراتي الكبير. هذا الاعتداء تبناه تنظيم داعش، لكن طهران ربطت بين داعش وجيش العدل في مسوغ لشنها لهذه الضربات وفي حال وجود صله فعلا بين التنظيمين السنيين يرى المراقبون ان ايران تكون امام تحد كبير قادم من المنطقه الحدوديه مع الجارتين باكستان وافغانستان في ان واحد. نحمل كل هذه القراءات والتطورات الى ضيوفنا من عمان مدير برنامج الدراسات الاقليميه في مركز دراسات الشرق الاوسط دكتور نبيل العتوم مرحبا بك ومن واشنطن. ينضم الي الباحث في الشان الايراني الدكتور حسن هاشمي. يعني مرحبا بكم. ابدا معك دكتور نبيل، يعني هذه هذه المعلومات كيف قرات ما بين سطورها؟ هل بالفعل وارد ان يكون هنالك تنسيق كان يتم على الدوام؟ مساله الاعلان هي من فجرت هذا الامر باعتبار ان باكستان قد احرجت مع اعلان الحرس الثوري يعني بهذا الفخر والزهو عن هذه الهجمات ام لا؟ الامر لا باكستان ليست لديها علم ولا ابراهيم رئيسي ولا اي جهاز اخر تشريعي كان او تنفيذي غير الحرس الثوري الذي بهذا التصرف يقول انه حكومه داخل حكومه مساء الخير استاذ سعد الدين تحيه لك ولضيفك العزيز، يعني هذه هي الروايه الايرانيه لكن احنا تعودنا على ان الحرس الثوري الايراني هو من يقود الدبلوماسيه الايرانيه وهو من يقود العمل الميداني بمعنى هو من يتحكم بالامور منفردا وهذا الامر يعني كان واضح للعيان منذ انتصار الثوره الاسلاميه ولغايه الان، دور الحرس دور كبير جدا تعزز بالفتره الاخيره واحنا كنا نستذكر ما قاله محمد جواد ظريف وزير الخارجيه الايراني في فتره الرئيس حسن روحاني عندما شكى على ان الحرس الثوري هو الذي يسيطر علي الأمور في وزارة الخارجية الإيرانية، ورد عليه المرشد أن صياغة السياسة الخارجية والسلوك الخارجي الإيراني ليس فقط بعهدة وزارة الخارجية بل هنالك جهات أخرى نافذة في إشارة واضحة إلى الحرس الثوري الإيراني هلا هل لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بهذا الأمر وهل أطلع السلطات الباكستانية أعتقد أنه لم يطلع السلطات الباكستانية <ممم> آه الباسداران أو الحرس كان بحاجة إلى السؤال مدارين. هل أطلع السلطات الإيرانية أم أنه يعتبر أنه هو السلطة المطلقة داخل إيران لأن وزير واش. الخارجية قال أنه لم يكن لديهم علم يعني اعتقد انه لا وزارة الخارجية ولا أي جهة في إيران لديها علم، تمت بضوء أخضر من المرشد، يعني اليوم طلع لنا عدد من المسؤولين الإيرانيين سواء في النواب البرلمانيون يدعون إلى مواصلة الهجمات الصاروخية على دول الجوار بحجة مكافحة الإرهاب، وطلع علينا أيضا محمود عباسي مشكيني وهو عضو مجلس الأمن القومي الإيراني تحدث على أن الحدود الإيرانية لا تقتصر فقط على الحدود الجغرافية، حدود إيران هي مصالحها وأمنها القومي، يعني في بيحاول كل طرف يدعي انه بعلم او يعلم عن هذه الضربات يعني هم ممكن عرفوا من خلال الاعلام عن هذه الضربات خاصه لخصوصيه الجهاز الحرس الثوري الايراني واستخبارات الحرس الا في اعتبارات عديده واهداف عديده سعى الحرس للقيام يعني شو الاهداف الحقيقيه وراء هذه الضربات الثلاث طبعا اهداف داخليه خاصه ما يتعلق برفع شعبيه الحرس التي تاكلت شرعيته وتاكلت ايضا شعبيته سعد الدين شفت انت الضربات التي تلقتها المنشات النوويه العلماء النوويين الايرانيين اغتيالات داخل ايران وخارج ايران لقيادات من الحرس الثوري الايراني وكان اخرها رضي موسوي وبالتالي هو بحاجه الى رفع لكن دكتور لدرجه نفسه. احراج الدوله مع جاره استراتيجيه وحليف هذا سابقي هذا ال السؤال يعني إلى أي مدى يجد الحرس الثوري الثوري هذه الاستقلالية دون اكتراس لشكل الدولة خاصة مع جارك باكستان يعني. لكن دعني أنتقل للدكتور حسن هاشميان أيضا لقراءاته يعني هذه الروايات الواردة هل هي بالنسبة لك معقولة ومنطقية خاصة أن بالنسبة لباكستان وإيران العدو واحد وهو قومية البلوش هنا وهناك وبالتالي التنسيق كان يجري والهجمات المتبادلة هنا وهناك كانت تتم دون ان يكون هنالك يعني هذا التوتر الكبير بالضرب بالصواريخ من الجانبين يعني آه، نعم تحيه لكم نبيل نعم. ومتابعين الحدث يعني هناك شوشره في المواقف في داخل ايران حول هذه القضايا وايضا الروايه الجديده تختلف وتتباين بشكل كبير مع الروايات التي سبقت الهجوم على باكستان والروايات التي جاءت بعد ساعات من الهجوم على باكستان يعني هناك روا... كانوا يتحدثون بان نحن نضرب الاعداء في اي مكان ونضرب اي بلد يغفر الاعداء وما شابه ذلك وثم الان روايه مختلفه تماما ويخلقها النظام الايراني بشكل جديد ويقول ان هناك تنسيق كان مع باكستان الحقيقه هي انهم لم ينسقون مع باكستان باكستان وكانوا يتوقعون لم يأتيهم الرد بشكل ما جاء من باكستان ولذلك كان مثلا ينتظرون مواقف كما حدث في العراق أو في سوريا وثم ينتهي الموضوع ولكن باكستان فاجأتهم بشكل سريع وقوي بهذا الرد التي الذي رايناه والان هناك يعني لملمه في النظام الايراني للموقف الوضع المحرج تحت هذه الضربات يقولون بان هناك كان تنسيق مع باكستان وطبعا حتى الان عندما يتحدثون يتحدثون بتباين كبير مثلا موقف وزير الخارجيه يختلف مع موقف الاخرين، موقف مجلس الامن القومي الايراني يختلف عن مؤسسه الحرس وقص على ذلك وهذا يثبت ان هناك شوشره وتحت ضغوط جدا كبيره من خلال الرد الجاء من باكستان. أعود إليك دكتور نبيل ما كنت أسأل عنه سابقا وهي ما نصطلح عليه بالجزر المعزولة داخل نظام أصلا هو نظام أمني وقابض، هل تصل إلى هذه الدرجة من الاستقلالية؟ يعني مسألة العلاقات الخارجية خاصة وباكستان استثناء يعني دولة حليفة والعلاقة استراتيجية يستطيع الحرس الثوري يعني أن يتخذ هكذا قرارات دون اكتراث للأجهزة الأخرى التي الآن هي من تواجه هذا الحرج يعني أنا دائما بقول أن إيران مشكلتها أنها دولة برأسين مؤسسة الثورة ومؤسسة الدولة نحن نتحدث سعد الدين عن م. المؤسسات الموازية في إيران هنالك مرشد وهنالك رئيس جمهورية هنالك استخبارات حرس وهنالك وزارة اطلاعات أو وزارة مخابرات هناك ايضا استخبارات حرس ثوري ايراني احنا نتحدث ايضا عن 13 جهاز امني موجوده في ايران هناك مجلس شورى مجلس تشخيص مصلحه النظام مجلس صيانه الدستور مجلس الخبراء هذه المؤسسات هذه خلقت أزمة حقيقية بالنسبة لإيران مم. الآن الوجه المشرق دائما هي من خلال مؤسسات الدولة يعني رئيس الدولة وزير الخارجية إلى آخره لكن فعليا من هو وزير خارجية الحقيقي لايران هو فعليا هو قائد الحرس الثوري الايراني وقائد فيلق القدس <applause> هم هذه الامور خصوصا انه هي الاداه الردعيه فيما يتعلق بسياسه ايران الخارجيه، واكبر مثال على ذلك تدوير النخب داخل مؤسسات الدوله وبالذات الدبلوماسيه الايرانيه على الصعيد الخارجي، يعني اغلب السفراء الموجودين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من المناطق هم يتبعون للحرس الثوري الايراني، ونحن هنا بنستذكر حتى محمد جواد ظريف تحدث بشكل واضح وصريح على انه قاسم سليماني هو من يعين السفراء، واذا بتذكر انت عندما قام الرئيس بشار الاسد بزياره الى طهران، وزير الخارجيه عرف من خلال وسائل الاعلام اليوم محمد ظريف واعتكف وجلس في بيته وكان قدم استقالته <applause> لم يتم طبعا قبولها وبالتالي يعني هذا بيعطيك مؤشر واضح على انه حتى المهمات التي لها وزن خارج ايران عاده من يقوم مبعوث المرشد هو علي اكبر ولاية مستشار المرشد لشؤون العلاقات الدوليه هو من يقوم بارسال هذه الرسائل وما زال ذلك احنا اليوم نتحدث على انه الدوله الايرانيه وهذه مشكله الدوله الايرانيه لكن ايران من خلال توجيه ضربه الى باكستان هي دفعت ثمن حساباتها الخاطئه <applause> الجيش الباكستاني ارسل رساله واضحه انه لن يسمح بانتهاك سيادته واستعداد الجيش الباكستاني للرد وبالتالي يعني انا بعتقد انه ربما هذا اربك حسابات الحرس الثوري الايراني الذي كان يريد رفع شعبيته ما يسمى ببسيج مردمي سياسه التعبئه الشعبيه خلف سياسات النظام الايراني خاصه انه ايران سعد الدين هي مقبله على انتخابات أم 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 الغوا ترشيح او لم يقبل ترشيح من خلال مجلس صيانة الدستور حوالي 9336 مرشح تم حسم جميع المرشحين لمؤسسات الدولة المحسوبين طبعا على الحرس الثوري الإيراني أو ما يسمى بجبهة بيداري جبهة الصمود وأيضا هي أراد إرسال رسالة إلى وك إلى وكلاء وأذرع الموجودين في المنطقة لرفع معنوياته بعد ال العمليات التي تعرض لها نعم. خصوصا ميليشيات الحشد الشعبي ال ال ايضا في, في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من يعني من هنا التقط مساله رفع المعنويات هذه وانتقل بها للدكتور حسن هاشميان يعني. مسألة إقحام إسرائيل في كل ما يجري الآن يعني قضية البلوش معروفة منذ عشرات السنين ومعروفة جيش العدل وماذا يفعل هجمات تمت في أربيل وقيل أن مركزا استراتيجيا للموساد هذه الجماعة السنية المتطرفة المعروفة قالت إيران أيضا أنها مدعومة من من إسرائيل وبالتالي هذه رفع المعنويات كيف يمكن أن يتأتى لهذه الفصائل إن كان الحرس الثوري يريد ذلك ولماذا لم يستشر كما جرى في الضربات اربيل وسوريا مجلس الامن يعني وقام في في باكستان بهذا الامر بمفرده يعني هذه روايه حتى الموالين للنظام الايراني لم يقبلوها بهذا الشكل طبعا ليس هناك علاقه بين م. مجموعة جيش العدل السنية وإسرائيل والتفجيرات التي حدثت لا تقول أنها كانت وراها إسرائيل وتقوم بهذا النوع من العملية أنا أعتقد أن النظام الإيراني أراد أن يعمل بروباغندا حول مواجهتي مع إسرائيل لأن هناك انتقادات هم في الداخل الإيراني وأيضا هم في العالم العربي والعالم الإسلامي حول مواقف النظام النظام الايراني من القضيه الفلسطينيه ومن الحرب الجاريه، اراد ان يعمل استعراض عسكري على الاخرين على حساب العراق او على حساب سوريا ويتجنب المواجهه الحقيقيه والمباشره مع اسرائيل كما قال وزير الخارجيه العراقي يعني قال حقيقه كنا كنا نعرفها جيدا عن مواقف النظام الإيراني وعن وضع النظام الإيراني وشعاراته تجاه إسرائيل مهم. وما وجادين حقيقة يبدون مواجهة مع إسرائيل عنوان إسرائيل واضح وصواريخهم تصل إلى إسرائيل يقومون بضرب إسرائيل ولكن هم أرادوا أن يعملوا بروباغندا واستعراض على حساب العراق وسوريا كما تفضل الدكتور نبيل باكستان فاجأهم لان الجيش هناك لا يقبل انتهاك سيادته والسحر انقلب على الساحر م. كل شيء تدمر من خلال الرد الباكستاني كل شيء بنوه حول البروباغندا والاستعراض واستهلاكه في المجتمع الإيراني وتقديمه للموالين وتقديمه للتابعين في الخارج م. كل تدهور في الرد الباكستاني نعم يعني الدكتور نبيل ما, ما أشار إليه الدكتور حسن هاشمان في التناقض في مسألة أن تكون إسرائيل حاضرة في دعم جيش العدل في المقابل هنالك مؤشرات وقراءات لمراقبين وقالته طيران بذات نفسها أن جيش العدل نسق مع تنظيم داعش في, في, في سوريا لهجوم كرمان وغيره واستهداف قادة الحرس الثوري لا. إن كان هذا حقيقي لا أي مدى هذا يشكل تحدي كبير لطهران باتحاد هذين الجسمين المتوافقين ايديولوجيا يعني تطرفهم سنيان والحدود مساله افغانستان وباكستان وهنالك ايضا في سوريا يعني هذا كلام متضارب كما تحدث الدكتور حسن انا يعني اوافق ما قاله تماما يعني هذه الضربات في نهايه المطاف هي خدمت اسرائيل ولفتت الانظار عما يجري في غزه انا دائما احنا نتساءل انه يعني ما الفرق بين ايران واسرائيل الان اسرائيل توجه ضربات وتستهدف المدنيين في غزه وايران تستهدف المدنيين في باكستان واستهدفت المدنيين في اربيل واستهدفت المدنيين في 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 في, في سوريا والان تنظيم داعش هو موجود فعليا في افغانستان وبالتالي لم تقم ب... لماذا لم تقم بتوجيه هذه الضربه الى افغانستان ولماذا قامت بتوجيهها الى باكستان م. هذه محاوله للهروب الى الامام خصوصا انه هنالك مشكله متفجره لدى الاقليات هنالك احتجاجات طوال العام في هذه المناطق و يعني هذه الضربات احيانا والتفجيرات التي تتم بايران لاعطاء على للحرس الثوري الايراني لقمع الاحتجاجات ولمزيد من تصفيه المعارضه خاصه مه. انه حتى السلطات الباكستانيه بسعد الدين تعاونت مع الجانب الايراني فيما يتعلق بتنظيم جند الله وجماعه جيش العدل عندما قدمت عبد الملك ريغي وهو زعيم جند الله ساعدته الاستخبارات الباكستانيه وساعدت المخابرات الايرانيه في هذا الامر وتم القاء القبض عليه وتم اعدامه وبالتالي اعتقد ان هنالك قنوات دبلوماسيه للتعامل مع هذا الامر لكن الايرانيين هم هذه بروفا بروفا استعراضيه في محاوله لايصال رسائل الى الداخل والى الخارج بان ايران قويه، ايران لديها كثير من القدرات الصاروخيه والطائرات <applause> المسيره التي تستطيع ان تطلق على اسرائيل وحتى على دول الجوار لانه <applause> يعني حتى انا لما بتابع وسائل الاعلام الايرانيه احيانا في جوانب تثير السخريه يعني صحيفه كيهان اليوم تتحدث بتقول على باكستان ان تشكر الحرس الثوري الايراني على هجماته الصارخيه وقال لي انه لماذا تستضيف باكستان جيش العدل وجند الله وساعدهم على التخلص من هذه التنظيمات م. هذه اعتقد هي بروباغندا للداخل ل ل ل ل ل كما ذكرت لك رفع الكلفه على الدول خاصه يعني احنا م. قريم كردستان العراق عمليات استهداف مستمرة كل ما حدثت عملية داخل إيران بيقولوا لك والله أنه في هناك محطات أمنية موجودة محطات استخبارات تتبع للموساد والمرة هاي طلعونا موال جديد سعد الدين بيقولوا أنه مقر الموساد هنالك نعم، هناك راميل. محطة أمنية يقودها شخص اسمه يوسف يوسف كوهين وكان هنالك معلومات تؤكد أنه هنالك اجتماع أمني عدد من ضباط الموساد الإسرائيلي لكن النتيجة كانت قتل رجل أعمال عراقي وعائلته نعم دكتور هاشميان يعني مسألة ما حدث في كرمان وهذا العدد الكبير كيف يمكن تفسيره هل هي داعش بالفعل أو إسرائيل مراعاة للتوقيت يعني وإن كانت لا هي هي اتحاد أو هي قومية البلوج بتنظيماتها المختلفة المناهضة ألا يشكل ذلك خطر أنها لإيران أنها لديها إمكانية للتحرك بهذا الشكل في هذا التوقيت بالذات وإيران منشغلة في جهات أخرى يعني بعد 16 يوم من التفجيرات في كرمان، ايران ذهبت الى قضيه اسرائيل وهاجمت اربيل وهاجمت سوريا وهاجمت باكستان، م. يعني هي غير مؤمنه بالروايه التي خرجت بالايام الاولى حول داعش خراسان، هذه م. نقطه. النقطة الثانية اليوم المخابرات الايرانية تتحدث عن شخص وهو هارب ايضا وينتمي الى داعش خراسان اسمه محمد عادل عارف او ما يسمونه في افغانستان عادل بنشيري هذا عادل بنشيري يعني مرتين هرب من سجن في افغانستان في زمن الحكومة السابقة وفي زمن طالبان وهناك أسئلة جدا قوية مطروحة في الشارع الإيراني من يساعد هذه الأشخاص حتى تهرب من سجون أفغانستان والعلاقة بين طالبان وهذا الشخص كيف ستكون ونعرف إحنا جيدا أن النظام الإيراني وقطر أيضا هم الجاوب بحكومة طالبان وقشوا أن طالبان تخلت عن كل مسائلها السابقة وتأتي في شيء جديد. وجاءوا بحكومة طالبان في أفغانستان. من واشنطن الباحث في الشان الإيراني الدكتور حسن هاشميان. ومن عمان مدير برنامج الدراسات الإقليمية في مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور نبيل العاتوم. شكرا لكم على كل ما تفضلتم م. به من إفادات. دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت إلى التحسب للحرب مع لبنان لكنه أشار إلى أن بلاده تفضل تسوية سياسية تسمح بعودة السكان للشمال بعد تغير الوضع الأمني يأتي تصريح جالانت إثر فشل وساطات الدولية لإنهاء التوتر في جنوب لبنان فقد نقلت وكالة رويترز أمس عن ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أمريكي أن أحد الاقتراحات التي تم طرحها الأسبوع الماضي هو تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك اسرائيل صوب تنفيذ عمليات اقل كثافه في قطاع غزه فيما قال اثنان من المسؤولين اللبنانيين الثلاثه ان اقتراحا نقل ايضا لحزب الله ان يبتعد مقاتلوه لمسافه سبعه كيلومترات عن الحدود لكن الحزب رفض الفكرتين ووصفهما بانهما غير واقعيتين للنقاش من بيروت ورحب بالباحث والمحلل السياسي الأستاذ ربيع دندشلي مرحبا أستاذ ربيع يعني بالنسبة لحزب الله وبالنسبة لإسرائيل إسرائيل تسدد وتقارب تقول إنها يعني قلقة بشأن مواطنيها في المستوطنات الموازية للحدود ترحب منفتحة على الحل الدبلوماسي شريطة أن يتراجع حزب الله في المقابل ردود حزب الله تبدو أنه بالفعل ومن وراءه طهران أنه لا يريد التصعيد ولكن هل من حل وما مدى امكانيه ان هذا الوضع قد يتطور لاي سبب من الاسباب في ظل هذه المناوشات التي تجاوزت في بعض الاحيان قواعد الاشتباك. صحيح سيدي م. منذ بدايه منذ بدايه الحرب على غزه كان هناك واضح ان هناك شهيه لدى الطرف الاسرائيلي بتوسع جبهه الشمال الفلسطيني في لبنان والدخول في حرب او معركه استغلالا للوقت وللغطاء الدولي الممنوح لاسرائيل لكي يستطيع ان يصفي اهدافه او ان يفتح هذه الجبهه عله يكسب المزيد من الوقت والوزيد من الدعم الغربي. ولكن كان هناك في المقابل ايضا اراده واضحه من حزب الله ومن خلفه ايران انهم لا يريدون توسيع رقعه الاشتباكات في لبنان او ان تتجه الى حرب مفتوحه في المنطقه طالما استطاعت او طالما كانت حماس وغيرها من فصائل المقاومه قادره على الصمود في قطاع غزه. في الأيام الأخيرة شهدنا الكثير من التصريحات التي تصعد وتهدد، يعني من كلام جالنت إلى كلام نتنياهو إلى كلام بن غفير حول أن الجبهة الشمالية احتمال أن تتوسع فيها رقعة الاشتباكات وأننا صرنا على مقربة من حرب قد نضطر إلى خوضها وما إلى هنالك من هذه التصريحات. الواقع أن هناك الطرف الإسرائيلي يريد أن يعيد سكان الشمال، يريد أن يخفف عبء الجبهة الشمالية عبر المفاوضات بالحد الادنى وبشكل اولي ولكن كلبنانيين نرى انه من الوقاحه ان يطلب ان لا يكون هناك ان يضمن امن سكانه وان يضمن امن <applause> شماله هنا كنت اود وأنا توقف مع يعني هذه الذريعه المطروحه للمره الاولى من قبل اسرائيل مساله سكان المستوطنات وانهم يضايقون ويضغطون على على الدوله بالعوده وانهم تسعون الف ومصالحهم توقفت يقحام هذه المره يعني مساله تنفيذ القرار 17-1 ليست جديده لماذا المطالبه الان ام ان حزب الله اعطى الذريعه لنتنياهو ربما لطرح هكذا هكذا موضوع يعني من ال... من الواضح أن حزب الله أدرك أهمية هذه الورقة وأهمية العبء الذي يشكله تهجير سكان الشمال التي في بعض الأحيان كانت تقدر العداد بما تفوق المائتي ألف، فهو أدرك حزب الله أن هذه ورقة داخلية إسرائيلية يستطيع اللعب عليها أي أمن. شمال اسرائيل، هذه نقطة أولى، ولكن دعنا دعنا نتجه قليلاً إلى موضوع المفاوضات مع حزب الله، م. حزب الله كما سائر فصائل محور المقاومة تربط أي تفاوض وتربط أي اتفاقيات الآن بوقف العمليات العسكرية في غزة، وهذا ما يصعب الأمور وهذا ما يجعل لا أقول من المستحيل ولكن ليس من السهولة الوصول إلى اتفاق. هذا أولا أما بالنسبة لموضوع الإسرائيلي نعم مم. أن هذا الطلب الجديد حول أهمية أمن سكان مستوطنات الشمال وحول أن يكون هناك تنفيذ جدي لل 17 واحد وأبعاد المقاتلين وأبعاد وجعلها منطقة منزوعة السلاح وتوجد فيها قوات دولية مم. أظن أن الإسرائيلي اتخذ قراره أنه لا يريد أن يعود إلى ما كان الوضع عليه قبل السابع من أكتوبر مه. يعني هو دخل في حرب هو وصل إلى هذه المرحلة من الاستنزاف لا يستطيع هذه الحكومة حكومة الحرب ولا حتى الذين قد يصمدون بعد حكومة الحرب لا يستطيع جالنت ولا بن غفير ولا غيرهم من السياسيين أن يقولوا لشعبهم أننا لم نحقق شيئا بعد المئة يوم و... 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 ونيف ف... فهذا المطلب هو مطلب دائم يعني هم موضوع الامن هو لم يشعر انه كان مهددا قبل هذه المرحله كان دائما يشعر بالتفوق ويشعر بهذه القدره ولكن حين اصبحت العمليات تاتي من حوالي لا اقول سته محاور ولكن من ست دول واصبح ايضا حزب الله وكما كنتم تتفضلون من قبل نعم. حتى ايران ضربت بالمجتمع الدولي عرض الحائط وضربت كل هذه الدول في هذه الضربه نعم. التي نفذتها في الايام نعم. الماضيه نعم. فيعني الجديه في التعاطي تغيرت واصبح نعم. الاسرائيلي اليوم بحاجه الى نصر معنوي ونصر نعم. يستطيع ان يترجمه نعم. الى ساحته وجمهوره يكون ملموساً وفعلياً نعم. أكثر من ذي قبل. وبالتالي ما المخرج الدبلوماسي الذي يزعم كل طرف أنه منفتح عليه حزب الله رفض فكرة أن يتراجع 7 كيلومترات أو غيرها. في المقابل إسرائيل تقول إنه لا عودة للمستوطنين إلا بضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الهجمات من حزب الله وهذا يبدو مستحيلاً. هذا الأمر مربوط بما يجري في غزة خفوتاً وتصعيداً. هذا الأمر حتما هذا م. الأمر حتما مربوط بما في غزة، أظن حين تنتهي العمليات العسكرية في غزة سيتم التفاوض على واحد وهذا الأمر كان قبل حرب غزة، م. كان قبل السابع من أكتوبر، كان هناك حوار ونقاشات ومفاوضات تجري في الأروقة حول موضوع ماذا وكان الراعي هو الأمريكي، م. حول ماذا ستقدم إسرائيل لتطبيق ال واحد وكان هناك موافقة من كل أطراف من كل الجهات اللبنانية بما فيهم حزب الله. م. الفكرة الأساسية هي كانت في في هذا السيناريو دعنا نتحدث اذا اذا طبق 17 واحد سيتمكن الاسرائيلي من القول انه حقق امن مستوطني الشمال، واذا استعاد لبنان الاراضي التي تحتلها اسرائيل بموجب الاتفاق التي ترعاه امريكا كان سيستطيع حزب الله ان يزيد نصرا اننا بغير حرب وبغير مقاومه استردينا ارضنا بقوه الردع بالدبلوماسيه يعني بشكل اخر. وسيخرج الجميع منتصرا أو محققا مكسبا من هنا أو هناك وندخل في هدنة طويلة الأمد أي نعم. أن هذه الجبهة قد تهدأ لسنوات قد تتعدى العشر سنوات إذا تم الاتفاق وتم ترسيم الحدود واستعدنا الاراضي اللبنانيه ونفذنا ال 1701 وربما هذا سيطرح السؤال وقتها ايضا انتهى وقتي ان ماذا سيفعل او لماذا يتمسك بعد ذلك حزب الله بسلاحه يعني طالما انتهت قضيه وحزب الاتفاق صحيح نعم حزب الله. نعم صحيح. شكرا الباحث والمحلل السياسي الاستاذ ربيع دندتلي شكرا على كل ما تفضلت به نبقى في لبنان حيث عاد المودعون للاحتجاج امام مصرف لبنان المركزي حيث طالب المحتجون بجدول زمني لرد ودائعهم

يعني اذا هلا الموضه انتم بدكم تعطوه على 40 سنه، قيمتين بده يعيش، ما الموضه هلا كبير بجمعوا مصريات هن الناس الكبيره بالعمر، اذا بدنا تعطيهم جزء من مصرياته على 40 سنه ما راح يعيش 40 سنه هلا بدك تعيشوا بالذل وتعطيه 40 سنه؟ اعطوه اعطوه مبلغ مبلغ محترم يعيش بكرامه سرقته وعملته هيك بس على القليله يا اخي خففوا الظلم على القليله خففوا الظلم قولوا ما معكم تعطوا اموال المودعين أعطوهم مبلغ من اموالهم يعيشوا بكرامه اليوم كنا بتحرك امام مصرف لبنان اول شيء لانه مصرف لبنان ما عم يتصرف ابدا بالتعاميم، أه طلب أه كان تريس بتعديل التعميم 151 ولهلا ما بين شيء، ناطرين الموازنه، كله ناطر بعضه ما عم بيصير شي تقدم ابدا ابدا على صعيد هيدا التعميم، وال 158 يلي عم يقبضوا على ال 400 أه منا كفو ابدا، المودع بده اكثر بكثير، ناطر اربع سنين مش لياخذ 400 بالشهر، بالقليله بالقليله مبلغ محترم بالنسبه لوديعته إلى الملف اليمني إذ لا تتوقف ميليشيات الحوثي عن التنكيل باليمنيين لا سيما النساء حيث رصدت إحصائيات حقوقية يمنية العديد من انتهاكات الميليشيات ضد اليمنيات منها خطف نحو 1800 امرأة والزج بهن في معتقلات سرية حيث لا تزال أكثر من 300 منهن رهن الاعتقال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2023 قال إن المخفيات قصرا من اليمنيات في سجون الحوثي يتعرضن للتعذيب القاسي والمهين بما في ذلك التعذيب النفسي والجسدي والجنسي والاغتصاب وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يحتجزون النساء لاسباب مختلفه تتعلق بالنزاع بما في ذلك انتماؤهن المتصور الى اطراف النزاع المعارضه او انتماؤهن السياسي او مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني او نشاطهن في مجال حقوق الانسان او بسبب ما يسمى بالافعال غير اللائقه مشاهدين إحدى وسائل التنكيل الحوثي بنساء اليمن أحكام الإعدام التي باتت سيفا مسلطا على رقاب الناشطات ومن يعارضن الميليشيات في ظل غياب تام للقضاء العادل. اخر الاحكام الحوثيه الجائره طال الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي فبعد 15 شهرا من اختطافها وإخفائها قصرا وإخضاعها لمحاكمة سورية وإصدار أوامر بإعدامها على خلفية نشاطها الحقوقي والإنساني قال شقيقها إنه تلقى اتصالا يفيد بأن عليه الحضور إلى ميدان التحرير في الحادي والعشرين من فبراير المقبل ومن لا يعرف ميدان التحرير فهذا الميدان هو الذي تجري فيه هذه الإعدامات للمعارضين والنشطاء فمن هي فاطمة العرولي هي ناشطة يمنية وأم لأربعة أطفال وهي التي لم تتجاوز بعد الرابعة والثلاثين في سبتمبر من العام 2022 تعرضت الناشطة العرولي إلى الخطف عند حاجز تفتيش حوثي في تعز أثناء عودتها من الإمارات حيث كانت في زيارة لأقاربها هناك زج الحوثيون بالناشطة العرولي في السجن لأكثر من ثمانية أشهر دون إبلاغ أسرتها وتعرضت خلالها لصنوف التعذيب قبل أن تحال لمحكمة حوثية يتم الحكم عليها بالإعدام بتهمة التخابر مع جهات خارجية حكم الإعدام الحوثي صدر بعد ثلاث جلسات في محاكمة صورية طرد فيها محام المختطفة في أول جلسة أول جلسة ولم يسمح لها بتوكيل محام آخر نواصل في هذا السياق فالناشطة فاطمة العروري ليست أول من يقرر الحوثي إعدامها بل سبقها إلى هذا المصير الذي أعدته الميليشيات لمعارضيها لعدد من الناشطات اليمنيات أبرزهن أسماء ماطر العميسية وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 32 عاما محتجزة تعسفيا منذ 7 من أكتوبر من عام 2016 وصدر ضدها أيضا حكم بالإعدام تعزيرا الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين أصدرت ميليشيات الحوثي أوامر بإعدامها غيابيا طبعا رميا بالرصاص مع التعذير كذلك الحال حكم آخر هذه المرة على الناشطة حنان الشاحذي على خلفية نشاطها الحقوقي ومواقفها السياسية المناهضة لهم أيضا ألطاف المطري على خلفية نشاطها الحقوقي ومواقفها وأرائها السياسية المناهضة للحوثي نناقش ذلك من عدن ينضم إلينا وكيل وزارة الإعلام اليمنية الأستاذ أسامة الشرمي مرحبا أستاذ أسامة إلى متى يمكن أن تستخدم ميليشيات الحوثي هذه الورقة الحقوقية وإلى متى يظل المجتمع الدولي خاصة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والتي نراها في ملفات أخرى تجأر بالشكوى والنداءات والتظاهرات تضامنا أو إيقافا لأحكام مشابهة حكم الإعدام أمسي عليكم على السادة المشاهدين ومناسبة الآن في من على شاشتكم أن تضامن بأشد العبارات مع الأخت فاطمة العروية التي تتعرض اليوم لحكم تصفية جسدية ناتجة عن مزاج جماعة مم. الحوثي ولا ولا يوجد أي مبرر أو مسوغ لا قانوني ولا شرعي لاحتجازها أولا ثم لإصدار حكم الإعدام وبالتالي الآن تنفيذه المزمع في 21 فبراير طبعا ميليشيا الحوثي لديها إشكالية مع المرأة مع مم. صوت المرأة لأن المرأة هي أكثر المتضررين من الممارسة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي أو أي تنظيم إرهابي مشابه لها. مهم. رأينا هذا يحصل مع النساء في. آه في عهد تنظيم القاعده في بعض المحافظات اليمنيه، م. في عهد طالبان في افغانستان، في عهد داعش في العراق والشام، هم يرون بان المراه عدوهم الاول لان المراه لا لا تستطيع ان تعيش ولا تنشط ولا تتحرك الا في في ظروف امنه ومستقره وهذا ما لا تبحث عنه ميليشيا الحوثي ولا تريد لاحد ان يتحدث عن مثل هذا الطرح، م. هذا بالاضافه الى ان ميليشيا الحوثي تريد ان ترسل رساله للنساء اليمنيات التي 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 كان كنا محصنات يعني بحكم الاعراف اليمنيه هذا ما كنت ابدا اسال عنه, عنه يعني من, من اين اتى الحوثيون بهذا نعم السلوك المتنافي تماما مع الاعراف اليمنيه التي تراعي المراه حتى ان كان صحيح يعني حكما خاصا صحيح يعني حق خاص تراعى ظروف المراه في مساله الاعدام يعني وبالتالي هذا مقصود ممنهج اليمن وتست نعم هو ممنهج وهو فيما يبدو بأنه أجندة أو طريقة تعامل إيرانية لا تمت للشارع اليمني بأي صلة لا تمت للإنسان اليمني بأي صلة المرأة وإن كانت مذنبة في كثير من الظروف فيلجأ اليمنيين إلى تسوية مثل هذه الجرائم أو الإشكاليات بإبعادها عن المسرح أو إبعادها عن المشهد العام إلا أن ميليشيا الحوثي ترسل رسالة للنساء أولا بأن كنا أنتن المستهدفين اول هذه المساله الاخرى المساله الأ... المساله الاولى المساله الاخرى لماذا اختارت ميليشيا الحوثي 21 فبراير لتنفيذ حكم الاعدام 21 فبراير هو اخر هو اليوم الذي مارس فيه اليمنيين اخر عمليه انتخابات ديمقراطيه في عام 2012 والتي شاركت فيها النسوه بشكل كبير جدا وبالتالي اعدام ميليشيا الحوثي للناشطه اليمنيه فاطمه العرولي في مثل هذا التاريخ هو انما حكم من قبل الميليشيا باعدام العمليه الديمقراطيه في اليمن وبان لا النساء ولا الشعب اليمني لهم الحق في المشاركه في العمليه السياسيه وبان هذا التاريخ الذي كان عرسا ديمقراطيا في يوم من الايام يحتفي به اليمنيين اصبح اليوم لربما مأتم سيبكى فيه اليمنيين على برايك هل هل ستجرؤ على يعني تنفيذه يعني وتخسر الشارع الـ اليمني ام تساوم بهذه الورقه ربما ايضا كما تعودنا دائما خاصه ان جميع الاحكام ربما صدرت وظلت معلقه يعني ولماذا تحديدا العروه لهذه المره يعني اعلان تنفيذ حكم الاعدام بهذه الطريقه وابلاغ شقيقها يعني ميليشيا الحوثي نعم نعم ميليشيا الحوثي لديها كثير من الحسابات التي تقوم بها والتي هي في المقام الاول رسائل موجهه الى المجتمع اليمني لتدجينه. حكم الاعدام سينفذ اذا رات ميليشيا الحوثي بانه يمرر رسائلها للنساء بشكل عام بان لا تتحركن. م. وحكم الاعدام لن ينفذ اذا كانت هنالك وقفه جاده وصريحه ضد هذا الحكم وهذه الممارسات. م. وبالتالي نحن ندعو الجميع سواء قبائل او مكونات او سياسيين ما تبقى من الناشطين السياسيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى أن يتحركوا بالطرق التي يجدونها مناسبة، هم. وأيضا ندعو المجتمع الدولي بمختلف بمختلف يعني تأطيراته ومؤسساته إلى أن يضغط وإلى أن يناصر هذه القضية لأن فاطمة العرولي إذا قتلت إذا يعني استشهدت فعلينا أن نعلم بأن دور المرأة في اليمن قد انتهى وبأن اليمن ستعود على الأقل خمسة قرون إلى الوراء ولا أقول مجرد قرن واحد إلى عهد الإمامة الاستبدادية لأن المرأة نعم. في اليمن هي الضامن الحقيقي لعملية الاستقرار والمرأة في اليمن هي المحرك الأول لعملية الأمان وهذا حتى بحكم فيسيولوجية الإنسان نفسه. نعم. يعني قد يكون سؤال المشاهد وفق السياق القانوني الذي تطرحه الميليشيات ماذا فعلت فاطمة العروبة حتى تستحق حكم الإعدام وكيف جرت هذه المحاكمة طالما أنها اختارت أن تقول أنني اتبعت المسار القانوني يعني جميل جدا اذا علينا اولا نتحدث عن الجرائم التي يتم الحكم فيها بالاعدام في اليمن وهي محدوده جدا جرائم الحرابه جرائم القتل جرائم تشكيل عصابات مسلحه، جرائم الخروج على الدستور والسلطات الدستوريه التي اول من خرجت عليه ميليشيا الحوثي، فاطمه العرولي لم تنتهك ايا من واحده، ايا من هذه الجرائم التي هي معده في قانون الجرائم والعقوبات، وانا اتحدث من منطلق انني متخصص اساسا في القانون. ناتي تاليا إلى... الى 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 عمليه اعتقال واجراءات اعتقال آ... الاخت فاطمه العرولي هي تمت مخالفه للقانون، اجراءات باطله تمت بناء على اكتشاف أن هنالك ختم دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة متواجدة في جوازها وبينما لا يمنع أي قانون على وجه الأرض من أن تزور هذه الدولة أو تلك يعني على وجه الإطلاق ثالثا عندما تتحدث ميليشيا الحوثي اليوم عن محاكمة فاطمة العرولي بجرائم وهمية لمجرد أنها زارت الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى أنا أتذكر الآن في ذات اللحظة بأن مهدي المشاط وابو م. علي الحاكم م. وكثير من نشطاء جماعه الحوثي كانوا متهمين بالتخابر وبالادله مع ايران م. وكانوا يشكلون عصابات مسلحه لضرب النظام الجمهوري في اليمن واغتيال قيادات الدوله وهنالك توجيهات واموال صرفت لهم من قبل الحرس الثوري الايراني في عام 2007 و2008 وكان هنالك كثير من النساء يتضامنوا مع مع هؤلاء قيادات جماعه الحوثي على اعتبار أنهم ربما يكونوا بريئين ولكننا أخطأنا عندما تضامننا مع هذه الجماعة سابقا ولو أننا تركنا للدولة هل الطولة في التعامل معهم بكل قوة وحزم لما وصلنا إلى هذه يعني السؤال المهم وما نفعله الآن بتسليط الضوء على هذه القضية هو إيقاف هذا الحكم الجائر يعني صحيح ما هي السبل ما هو دوركم كحكومة نعم شرعية إلى عملية هل قمتم بمخاطبة المجتمع الدولي تقديم شكوى لإيقاف هذا الحكم لأن الحادي والعشرين من فبراير ليس ببعيد يعني ليس ببعيد اطلاقا ونحن كنا ننظر الى هذا الحكم منذ اللحظه الاولى التي يعني وصلنا البلاغ الى ان فاطمه العرولي قد اعتقلت لاننا نعرف بان ميليشيا الحوثي تبحث عن كبش ترهب به باقي اليمنيين تبحث عن ضحيه تقوم باستهدافها والبطش بها حتى ترهب باقي الشعب اليمني وترهب باقي النساء وبالتالي تعاملت الحكومه الشرعيه منذ الوهله الاولى بجديه مع المساله وتم ارسال الرسائل والبلاغات واطلاق حملات التضامن مع الاخت فاطمه العرولي على اكثر من صعيد سواء على المستوى الاعلامي او المستوى الدبلوماسي او حتى على المستوى السياسي الداخلي المناشدات حتى هذه اللحظه يعني تجد صداها بين الحين والاخر ولكننا الان نحن يعني بعيد أيام من أن تزهق نفس بريئة في اليمن وهذا ما يجب علينا أن نعمل الآن بتصعيد عملية التشبيه نعم والمناصرة لهذه القضية حتى لا يسمح للميليشيا الحوثي باضطهاد اليمنيات من عدن وكيل وزارة الإعلام اليمنية الأستاذ أسامة الشرمي شكرا على حضورك وعلى كل هذه الإفادات أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وست ضحايا محتملين لجماعات مسلحة سورية موالية لتركيا رفعهم دعوة إلى النيابة العامة الفيدرالية الألمانية للتحقيق في جرائم مرتكبة ضد مدنيين أكراد تعود لعام 2018 خلال عملية تركيا غصن الزيتون في الشمال السوري منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قالت ان الغرض من هذه الدعوة الجنائية دفع المانيا لاجراء تحقيقات هيكلية ضد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وذلك بعد تقديم ادلة موثوقة وشهادات ومجموعة هائلة من التوثيقات لدعم هذه الدعوة، وقالت المنظمة ان الضحايا الستة هم رجال ونساء وقعوا ضحية انتهاكات تلك الجماعات المدعومة من انقرة والتي تعددت بين الاعتقال والعنف الجنسي وسلب الممتلكات وكانت المانيا قد اجرت سابقا تحقيقا مماثلا بشان جرائم تنظيم داعش واطراف اخرى. من مدينه بون الالمانيه ينضم الي الدكتور جاسم محمد مدير المركز الاوروبي لدراسه مكافحه الارهاب والاستخبارات. هلا حدثتنا عن حيثيات هذه القضيه واعطاء المشاهد فكره عن ما تتحدث عنه هذه المنظمات ومدى فرصه هذه الدعوه. في ان تجد طريقها الى عتبات المحاكم الالمانيه كما جرى سابقا في كثير من الملفات المتعلقه بتنظيم داعش او حتى اطراف من النظام السوري سريعا تناولت يوم أمس جريدة فالت الألمانية عن وجود دعوة قضائية هذه الدعوة القضائية حركتها مدينة كارلسرو وهذه هي المحكمة محكمة معنية في قضايا الإرهاب الكبيرة فعندما تصل القضايا إلى كارلسرو هذا يعني بأنها متعلقة في الإرهاب المدعي العام هنالك بدون الشك لا يقيم هذه الدعوه الا بعد ان يحصل على الشواهد والادله وهذه الشواهد والادله خاصه لما يكون هنالك شهود داخل البانيا وكذلك الحصول ربما حتى على تحقيقات في الداخل السوري او في المناطق التي وقعت ايضا الادعاء العام الالماني لديه فريق عمل خاص بالتحقق الولايه القضائيه التي تحصل عليها ألبانيا يحق لها في محاكمة مرتكبي الجرائم سواء كانوا موجودين على أراضيها أو خارج أراضيها وكذلك هي سبقا أصدرت حتى أحكام بالحكم غيابيا ضد ربما كبار المسؤولين السوريين كون أنهم كانوا متورطين في عمليات تعذيب وكذلك مم. عمليات قتل هذه العملية هي كانت ضد الجيش السوري الحر مم. وكانت ربما هنالك بضعه اشخاص تعرضوا للتعذيب بطريقه وحشيه وهذا يحق للادعاء العام الالباني في مدينه كاردسو المعنيه بالارهاب بالنظر في هذه القضيه <applause> يعني هل الشخصيات هي مواليه فقط لتركيا ام فيها جنسيات تركيه وهل هذا الامر كيف ستتعاطى معه انقره باختصار لا توجد بصراحه تفاصيل حول الجنسيات لكن المانيا تتعامل مع جميع الجنسيات سواء كانت سوريه او تركيا او غير ذلك مه مه م. نتوقع ان تبدا الدراسات قريبا عندما تكون الادعاء العام حاصل على جميع الشواهد والادله هذا النوع من المحاكم بصراحه هي تاخذ وقت طويل وجلسات طويله ولذلك نلاحظ انه تاريخ هذه يعني هذه القضيه ربما يعود الى بضعه سنوات كان اخر قضايا ربما تناولتها المانيا 20 ايضا حول نفس القضيه من مدينة بونا الألمانية الدكتور جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات شكرا على حضورك وعلى كل ما تفضلت به من إجابات انتهت حلقة اليوم من التاسعة عشرة تناولنا فيها آخر وهم الأخبار تحية لكم سعد الدين حسن العلقة.